مونكي دي لوفي، الراجل الذي سيصبح ملكا للقراصنة. ما تنسوش الاشتراك واللايك عشان بيساعد في رفع الفيديو، وانكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا. فيلمنا بيبدأ مع طاقم قبعة القش وهم واقفين على الشاطئ البحر، وفجأة بيلاقوا السفينة بتاعتهم بتمشي لوحدها. بيحاول لوفي انه يمد ايديه عشان يمسك السفينة، لكن بتكون السفينة بعدت وما بيعرفش يمسكها، لحد ما بياخدوا قارب صغير عشان يلحقوا بالسفينة. وهم ماشيين بيلاقوا شخص اسمه بولدو ومعاه طفل اسمه اجاسا ومعاهم صناديق كتير. بيفتكر الطاقم ان الصناديق دي مليانة ذهب، لكن بتطلع كلها مليانة حديد وخردة من البحر. وبيعرفهم ان حلمه انه يكون ملكا للصوص، وبيعرفهم كمان ان في ساعة مشهورة جدا حول العالم، وهي بتكون اغلى ساعة سمع عنها، وانه نفسه يسرقها. بيسألوا لوفي انت شفت سفينة كده طالع عينها وعليها علم قراصنة؟ بيقول لهم انه شاف سفينة بالمواصفات دي عند اخوات البطاقات، ودول قراصنة عايشين على جزيرة وبيستعبدوا سكانها. وهم واقفين بيلاقوا قراصنة البطاقات بيظهروا جنبهم، وبيحاولوا يهاجموا عليهم عشان فاكرين انه معاهم كنز، وبيدمروا لهم القارب اللي معاهم وبيخطفوا نامي وبيمشوا. بيجمع بولدو خشب القارب المدمر وبيركبوا عليه وبيروحوا جزيرة الساعة تبع قراصنة البطاقات. بنشوف شخص اسمه بير كينج، وبتدخل عليه المساعدة بتاعته وبتعرفه انها جابت له عروسة جديدة. اول ما بيشوفها بيعجب بيها جدا، وبيجي واحد من وراه وبيوريه الملصق تبع لوفي، وبتقول له نامي لو عاوز تتجوزني يبقى لازم تقتل قبعة القش عشان هي مرتبطة بيه. بيقرر كينج انه هيقتل لوفي، وكمان عشان يثبت لها قوته. نرجع للوفي وباقي الطاقم اللي بيوصلوا للجزيرة، وبيشوف أسب السفينة وهي واقفة في برج القراصنة، وبيدخلوا محل وبيشوفوا الناس وهي بائسة من الحياة بسبب قراصنة البطاقات. وبيعرفوهم ان هم اللي صنعوا الساعة المسيحية المشهورة جدا، بس هم صنعوها عشان يفتكروا ابنهم اللي مات. وبعد كده سمع قراصنة البطاقات عن الساعة وجم احتلوا الجزيرة، وكمان بيشغلوا الناس عندهم عشان يصنعوا أسلحة. لما بيشوفهم لوفي انهم في حالة بؤس بيقرر انه يساعدهم، وبيركبوا منطاد عشان يروحوا للبرج اللي فيه قراصنة البطاقات. ولكن وفجأة بتظهر البنت اللي شافوها قبل كده وبتهاجم عليهم، وبتكون اكلت فاكهة شيطان وبتفجر المكان كله، وبيقدروا يمسكوا بسانجي وبياخدوه معاهم. نرجع تاني لباقي الطاقم وهم بيفكروا هيدخلوا ازاي، لكن وفجأة بيلاقوا اتباع القراصنة بيهاجموا عليهم، وبيكون عددهم كبير جدا، وبيدخل زورو أصب للمكان. نرجع لسانجي وهو بيتألم من الجروح اللي في جسمه، وبيعتذر لنامي انه ما قدرش يحميها. لكن بيجي كينج وهو غضبان جدا وبيقول له انت ازاي تكلم خطيبتي قدامي. سانجي بيقول له ان ليه كل الحق انه يدلكها في اي حته في جسمها تحت اشعه الشمس. بيقول له اشعه شمس مين ياد يا ابن التيت، وقام ماسكه من رجليه ورميه زي السمكه. نرجع للوفي وزوره وهو عمال يضرب في قراصنه، وفجاه بيجي شخص بيطلع غاز من ظهره، واللي بيستنشقه كتير منه بيتصاب بشلل في الجسم، لحد ما اوصب بيروح يمسكه، وبيحاول الشخص ده انه يطير، لكن اوسب بيسد ببقه وبياخد كل الغاز داخل جسمه وبيفقد الوعي. وبياخده هو وسانجي وبيعلقهم مصلوبين عشان ناويين يعدموهم. نروح لباقي الطاقم وهم بيلاقوا السلم للبرج وبيجروا عليه، لكن وهم ماشيين فجأة بيلاقوا السلم بيترفع من تحتيهم. بيحاول لوفي وزورو انهم يرفعوه، لكن ما بيقدروش، لحد ما بيخونهم بولدو وبيعرفوا انه هو اللي سرق السفينة بتاعتهم، على امل انهم يدخلوا معاه في قتال قوي ويهزموا قراصنة البطاقات. وبيعتذر ليهم وبيمشي، وبيعرفهم انه هو اللي هيهزم قراصنة البطاقات بنفسه. لكن وهم واقفين بيجي شخص حاقد على زورو، وبيعرفوا ان من 4 سنين اتحاربوا هما الاتنين، وزورو علم عليه علامة في وشه. بيفضل يضرب في زورو وبيجرحه في بطنه وبياخده معاه. نرجع لبولدو بعد ما طلع عند الزعيم كينج، وبيكون معاه متفجرات وعاوز يفجر البرج كله، لكن ما بيلحقش يعمل حاجة وبيضربوا الزعيم كينج وبيفضل يضرب فيه، لحد ما بيغضب لوفي جامد وبيرفع المبنى اللي عليه وبيطلع لعند كينج.
وبيلقى المتفجرات تبع بولدو بيولعها بالغلط وبيرميها على أصحابه وبيحررهم، وكل واحد من العصابة بيهاجم على واحد من الطاقم، زورو ضد المهرج، ووسب قصاد الوادي اللي بيطلع الغاز ده، وسانجي قصاد الشخص ده. بيطلع أوسب عند السفينة وبيحدف لسانجي الجزمة بتاعته عشان رجليه ما تتأثرش بالهجمات بتاعته، وبيضرب الشخص ده اللي بيطلع أشواك من اللبس بتاعه، وبيفضل سانجي يضرب فيه لحد ما بيهزمه، وبيرمي زورو السيوف بتاعته عشان يحارب المهرج، وبيقدر انه يهزم المهرج من ضربة واحدة بس. وبنشوف نامي وهي بتقدر تحبس البنت اللي أكلت فاكهة الشيطان داخل قارورة مية وبتقفل عليها. نروح للوفي وهو بيقاتل كينج وبيفضل يضرب في لوفي، وكمان بيكون أكل فاكهة شيطان وبيقدر يولع إيده، لكن لوفي بيمسكه وبيضربه على الأرض. وبنشوف سلاح هو كان صنعه وإنه قوي جدا، وبيضرب على لوفي طلقة، لكن لوفي بيقدر يصدها وبيضربها فيه وبيدمره هو والسلاح. وبنشوف المكان وهو بيتدمر، والجزيرة بتكون في السماء، لكن بتكون الناس عاملة قوارب للنجاة وبينزلوا فيها. وبيطلع كمان الطفل الصغير أجاسا ابن الناس دي، وبيخلص الفيلم وبياخد السفينة بتاعتهم وبيمشوا. ما تنسوش الاشتراك واللايك، وانكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حابب اقول حاجة، دايما الافلام بتكون اقصر بكتير من المسلسل، يعني الفيلم ده ما كملش حتى ساعة واحدة، عشان كده بتكون الملخصات في الافلام بتكون قصيرة جدا. وسلام.